السيد علي من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ علي. ازيك يا دكتور عمرو؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. انا عندي ثلاث اسئله لو سمحت. اتفضل يا فندم. ربنا يصلح الحال يا رب. يا رب، انا وانت يا رب. السؤال الاولاني، اوحى الى اوحى القذف، اوحى دي مش في صوت الزلزال او في اي صوره، عايز اعرف. السؤال الثاني، انا مش سامع معلش، ما قدرتش افسر اللي انت قلته، ممكن يا سيد علي تقولوا لي بالراحه بس، ما قدرتش افسره. ماشي. اوحى الي اذا مش اوحى اليك انت يعني. لا يا اوحى الي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ايه بقى، ايه عايز تعرف ايه معنى الوحي؟ اي نعم، لا عايز اعرف الصوره اللي هي في صوره الزلزال او في اي صوره اخرى. حاضر. وعايز اعرف اية الكرسي دي 50 كلمة لها و170 حرف، ولو قراتها مثلا 170 مره كذا كذا. طيب قول لي، قول دي واحد، دي اثنين ولا واحده كده؟ دي سؤالين ولا سؤال واحد؟ كده يبقى اثنين. التالت بقى، في واحد في شخص بيصلي معايا، معاه كتيب صغير كده مكتوب عليه بشاره، الانبا بشاره، انجيل لوقا سليم، بيقول ايه بقى في كلامه؟ بيقول لك الله يسوع، هل مش ربنا سبحان الله وتعالى مش بيقول لك هو الله احد؟ طيب انا هجاوب على حضرتك يا سيد، انا هجاوب على حضرتك يا سيد علي. اول حاجه، ان الله سبحانه وتعالى اوحي الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. دي في خواتيم سوره الكهف. السؤال الثاني اللي سالته لي حضرتك هو سؤال عدد مرات قراءه سوره ايه الكرسي، عدد مرات قراءه سوره الكرسي اللي حصل اللي انت بتقوله ده، ان هو تقرا بعدد كلماتها او تقرا بعدد حروفها، فيكون لده فضل عظيم جدا جدا. بلا شك ان قراءه سوره الكرسي كنز، اتت من كنز من تحت عرش الرحمن، فده متفق عليه، وان لها ثواب عظيم ولها اثر عظيم جدا جدا في التفريج. بعض الناس بيقول تقراها 7 مرات للتفريج، بعضهم بيقول 11 مره، بعضهم بيقول 100 مره. ده كله اسمها مجربات. يعني ايه مجربات؟ ناس جربت هذا الامر ففرج عنها بهذا. طب ده ينفع نقول عليه حرام؟ لا. ليه طيب؟ لانه بيذكر الله، بيقرا القران، بيتلو القران كما امره الله سبحانه وتعالى، وبيذكر الله ذكرا كثيرا. فذكره الكثير ده داخل، يعني القراءه بعدد كبير لآية الكرسي ده داخل في الذكر الكثير، ولذلك لا إشكال فيه، وليس من قبيل البدعة، ولكنه من قبيل التجربة. عايز تعمل بالتجربة دي، أهلا وسهلا. طب ولو ما عملتش بيها ولا هيضرك شيء، لو قرأت آية الكرسي مرة واحدة أو قرأتها مرتين أو ثلاثة وما عملتش بالمجربات دي ولا في أي حاجة، ولكن المجربة دي واحد بيقول لك أنا عملت كده ونفعني. فإذا أنت رأيت أن أنت عايز تعمل ده اعمله. وهل ده فيه أي نوع من أنواع الحرمة؟ فلا. نعم.